جريمة في قتل عمد مع ترك الإسكار، وصفقت تعال. وهناك دول أخرى عدلت العقوبة وجعلتها مثل عقوبة الكبير، وهي موقعة معنا على المعاهدات. ومن أمثلة هذه الدول ألمانيا، إنجلترا، رغم أن هذه الدول سلاع. هي إلا أنها طبقت حكم الكبير على من؟ على الحدث الجانح في المرحلة العمرية ما بين 16 سنة و 18 سنة، لأن هذه المرحلة بتصدر من الطفل فيها أو من الحدث جرائم بالخطورة من مكان، مثل جرائم العبد والشرف وجرائم القتل العام مع سبق الإصرار والترصد، وجرائم استخدام الحدث في الأعمال الإرهابية. ورغما عن هذا يقال بأنه يعامل كحدث ويعاقب بعقوبة دافئة تحترم براءة الطفل. فهؤلاء لا يمكن أن ننظر إليهم على أنهم أطفال أبرياء لابد لهم من الحماية. بالإضافة إلى هذا أيضا، فمن باب التحكم وعدم المنطقية أن يكون الفرق بين حكم الإعدام وحكم الأجبار الشاقة وما بين الفرق يوم. يا جماعة اليوم ده هتاخد 15 سنة، لو انت بعد اليوم ده هتاخد اعجاز. اليس هذا ليس فيه من المنطقية بمكان؟ وليس وايضا بالاضافة الى هذا فانه لا يحترم المنطق، فلا بد من تعديل نص المادة المتعلقة بالعقوبة. وهذا لن يخل بالعهود والمواثيق، لان العهود والمواثيق انها تتحول الى قانون وتدخل في نتيجة تشريع أن إذا خالفت هذه المواد وهذه العهود سريتها. ولذا فهذا الدفع لا يتناقض مع المادة 93 من الدستور المصري. تمسكت بهذا الدفع، أنا مؤمن تماما به، أتمنى أن تقبله المحكمة. إيه اللي حصل جوه يا فندم في القاعة؟ إيه اللي حصل جوه؟ المحكمة قد شاهدت الجريمة فيديو، وأيا كانت الدفوع المحكمة شاهدت الجريمة بأم عينها، سيكون هناك حكما بإذن الله مرضيا وحكما. وقد اعتدنا من هذه المحكمة دائما العدل. المتهمين بالتأليف والتفحم حاليا، محامين المتهمين بالتأليف والتفحم حاليا طبعا هيحدث.